الآن أصبح لكوريا الشمالية خريطة مفصلة على خدمة جوجل للخرائط. جوجل جمعت بيانات الخريطة بواسطة أداة رسم الخرائط التي تسمح للجمهور بإضافة معلومات إليها. وتضم الخريطة الآن أسماء المدن والمستشفيات والمدارس والنصب التذكارية وحتى معسكرات الاعتقال. خصصت المفوضية الأوروبية ملياري يورو لتسريع الأبحاث العلمية في مجالين للتكنولوجيا. الأول هو تطوير مادة الجرافين الموصلة للتيار ذات المرونة العالية وقوة التحمل الكبيرة التي قد تستخدم يوما ما في تصنيع الشاشات القابلة للطي. أما المشروع الثاني فهو رسم خريطة مفصلة لدماغ الإنسان تستخدم في محاكاة تأثير أمراض الأعصاب على المخ. طرحت شركة مايكروسوفت حزمة برامجها المكتبية Office 365 المتوافقة مع أجهزة الكمبيوتر التقليدية واللوحية، ومنها كمبيوتر سيرفس برو اللوحي ذو سعة تصل إلى 64 جيجا بايت، غير أن ثلثي هذه المساحة ستخصص لملفات البرامج والنظام، ما يترك حوالي 23 جيجا بايت للمستخدم. لكن الجيد هو إمكانية استخدام بطاقات الذاكرة SD Card في Surface Pro، ما يزيد من مساحات التخزين فيه. وأخيراً قرر موقع تيكت ماستر لبيع تذاكر المسارح والمباريات والأحداث الترفيهية التوقف عن استخدام نظام كابتشا الذي يظهر حروفاً مكتوبة بطريقة غريبة ويطلب من المستخدم طباعتها. النظام يهدف إلى التأكد من أن المتصفح بشر وليس برنامجاً للحيلولة دون شراء تذاكر بكميات كبيرة، وسيستخدم الموقع نظاماً جديداً يظهر جملاً سهلة وغير معقدة. حيدر الطالبي، BBC.